أصدقائي صديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة الجمعة 19/1/2024. عايزة أقول لكم اسكندرية في الشتاء سحر، جو رائع. بصوا الجو شكله إيه النهاردة. أنا موجودة في الحي الإنجليزي اللي هو منطقة ستانلي، كلنا أكيد عارفينها. حبيت أوريكم بس النهاردة الجو مشمس ودافي. دلوقتي موجودين على البحر بعد صلاة الجمعة. المكان هنا ناس كتيرة قوي نازلة بتستمتع بالجو الحلو ده المشمس الدافي، جو الشتاء بتاع زمان. اسكندرية الجميلة، اسكندرية العشق. بصوا المية شكلها ايه، حصيرة زي ما بيقولوا الاسكندرانية. المكان هنا الناس بتنزل بتقعد في مكان، لكن بتلاقي في منطقة الشاطبي ومنطقة سيدي جابر الناس كلها بتنزل بتصطاد. النهاردة الجمعة طبعا اجازات، اللي يحب يجي اسكندرية كده في الويك اند يومين ثلاثة بجد هيفصل خالص وهيستمتع بالجو الجميل. البحر رائع، بصوا لونه جميل قد ايه. الناس ماشية مستمتعة جدا بالجو وبالشمس زي ما احنا شايفين. انا حبيت بس انقل لكم صورة النهاردة الجمعة قد ايه البحر جميل، بجد رائع، حلو جدا جدا. انا عن نفسي مستمتعة جدا لان اسكندرية بالنسبة لي حالة من العشق، والبحر ده حاجة تانية خالص. نهاركم سعيد. يس خلاص. يوه بس بقى